فريق الوعد احمد حماد متألق، فريق وسط البلد مخضوضين محتاجين التجربه دي. الحلقه دي بالنسبه لهم اكتساب خبره. اجابه صحيحه. ان انا كنت اسدد اخر ضربه جزاء كان بالنسبه لي مسؤوليه، ودي اول مره فكنت متوتر شويه. لما فتحت ضربات الجزاء تسجيل اول هدف، لاني انا شخصيا جدا اللي كنت متوتره من اول الحلقه. طبعا ال 25 نقطه دول فرقوا جدا مع فريق الوعد. الفقره اللي جايه ان شاء الله نقدر نعوض فيها اللي احنا خسرناه في الفقرات دي. خلينا نشوف حاجه الحظ هيبقى رايها ايه، وهنقول مبروك اول 3 نقاط، وهنقول هارد لك جميل.